تعود مرة أخرى. لمسة من جانب أنجولار خاطئة يساعدها محمد صلاح. صلاح بين أمام أكثر من لاعب مر. صلاح يحاول وأمام التمريرة إلى جيرفيو. محاولة خطيرة على جهة اليمين، فرصة لمصلحة محمد صلاح، ولكن أيضا التغطية من جانب روكاليا. حكم مباراة الشوري إلى خطأ ضد محمد صلاح. إنذار في هذه الأثناء، إنذار في هذه الأثناء. بطاقة حمراء لمحمد صلاح، بطاقة حمراء لمحمد صلاح. تصرف غريب جدا من جانب حكم المباراة، لا أعلم اللي فعل صلاح مع هذه اللقطة. لاحظوا مرة أخرى، لاحظ مرة أخرى صلاح مع رونكاليا. احتكاك عادي على الكرة، وبعد ذلك أخرج الحكم إنذار ثم طرد محمد صلاح. يخرج محمد صلاح بالبطاقة الحمراء في هذه الأثناء وفي آخر ثلاث دقائق على نهاية المباراة. ولكن رغم حالة الطرد اللي ممكن تثير الكثير من الجدل الغير واضحة بصراحة بالنسبة